الإيمان والهدى، يعني الهداية. والإيمان عمل قلبي، والهداية من أعمال العقل أو القلب أو الجوارح. فإذا حكمنا على عقل بأنه مهتدي، أو على قلب بأنه مهتدي، أو على شخص بأنه مهتدي، لابد وأن نكون قد لمسنا فيه رشدا واستقامة، لمسنا فيه رشدا واستقامة، لمسنا فيه الصواب الرشاد. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وإذ قال موسى لفتاه، أيضا في سورة الكهف، وفتاه كان نبيا من الأنبياء، قيل كان هو يوشع ابن نون. يوشع ابن نون كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل بعد سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكر بالفتوة أيضا سيدنا إبراهيم كما في سورة الأنبياء على لسان المشركين: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وإذا فأنت أمام معنى الفتوة الذي يتعلق بأكابر الأنبياء، هذا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وهذا سيدنا يوشع من الأنبياء أو من أنبياء بني إسرائيل، وهؤلاء هم أصحاب الكهف أو أهل الكهف الذين ضرب بهم المثل في الإيمان العميق والصمود في وجه الباطل والتأييد الإلهي. وفي قصتهم ما فيها من العبر والدروس والعظات، ليس لأهل الإيمان فحسب، بل علماء التاريخ يعولون على هذه القصة كثيرا فيما يتعلق بالتاريخ، وخاصة أنهم من النماذج المضروبة في القرآن الكريم لمن ماتوا وأحيوا في عالم الدنيا. قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وهؤلاء ماتوا وبعثوا بعد فترة ليست بالقليلة من عمر الدنيا، أو في اعتبار الزمن، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولذا أقول حتى في هذه الآية من الإعجاز ما فيها اعتبار التقويم الشمسي والقمري، في هذه الآية فحسب فيها ما يؤيد التقويم الشمسي أو ما يسمى الآن بالتقويم الميلادي، والتقويم القمري أو ما يسمى بالتقويم الهجري. المهم أن الفتوة تعلقت أو ارتبطت بكبار، هذا في القرآن الكريم، ولو تفحصنا في السنة لوجدنا أن من الفتيان الشجعان ما
ما يمتلئ أو ما تمتلئ بهم العيون كسيدنا حمزة وعمر وخالد وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا أسامة، كثيرون هم هؤلاء الفتيان الذين ضربوا لنا أروع المثل في الفتوحات الإسلامية. لست أقصد الشجاعة أو البسالة، ولست أقصد فقط يعني، ولست أقصد يعني الشباب، وإنما أقصد من امتلأوا إيمانا، أقصد من امتلأوا إيمانا وكانوا في خدمة دينهم وخدمة ذويهم وأهليهم ومجتمعاتهم، وكانوا كذلك في عرض التاريخ وطوله، أو في طول التاريخ وعرضه، مضرب المثل أو ملء السمع والبصر. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وتأمل أن الله رتب وزدناهم هدى على إنهم فتية آمنوا بربهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان يكون سببا للهداية، نعم. الهداية تكون سببا للاستقامة، نعم. الاستقامة تكون سببا للسعادة، نعم. وهكذا سعادة الدنيا تكون سببا في سعادة الآخرة، نعم. وهكذا نقطة، كلمة نقطة عند السادة الصوفية تختلف اختلافا كبيرا عن كلمة نقطة عند الخاصة من العلماء وعند العامة. فكلمة نقطة عند العلماء معناها يعني الشيء الملفت للنظر الذي يعني الفائدة الثمرة. يقولون نكتة أي فائدة، أدبية كانت أو نحوية أو في التفسير أو في الحديث. نكتة عند العامة تعني شيء مضحك، نكتة عند العامة الشيء المضحك من باب الفكاهة والمزاح. لكن نكتة عند السادة الصوفية تعني خلاصة الشيء، خلاصة الشيء، قلب الشيء. أو يقولون نكتة العين يعني سواد العين، سواد العين يعني كأن إذا قال نكتة يعني أصل الشيء، قلب الشيء، أساس الشيء، جوهر الشيء. نكتة الفتوة ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حق. وفي ذلك يقول سيدنا الإمام المناوي في الآية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قال الفتوة لمقام القلب الصافي عن صفات النفس. إذن النفس لها صفات، فهل تأثر القلب بصفات النفس؟ وإذا أطلقنا النفس فهي النفس الأمارة بالسوء، أو على الأقل اللوامة وليست المطمئنة. هل تأثر القلب بصفات النفس؟ يعني من صفات النفس اللؤم، من صفات النفس الظلم. فهل تأثر القلب
ظلمانية هذه النفس. قلب الفتي لا يتأثر، لا يتأثر قلبه بصفات نفسه، لأنه قلب إيه؟ صاف نقي. قال: وذلك الصفاء هو زيادة الهدى بعد الإيمان. الصفاء زيادة الهدى بعد الإيه؟ إنهم فتيتهم آمنوا إيه؟ بربهم فقط، وزدناهم على إيه؟ على إيمانهم، أو بسبب إيمانهم. وذكر ما جاء في الأثر عن سيدنا موسى عليه السلام أنه سأل ربه عن الفتوة، يعني سيدنا موسى سأل مولانا عن الفتوة، ما الفتوة؟ قال: أن ترد نفسك إلي طاهرة كما قبلتها. يعني يا موسى الفتوة أن ترد نفسك إلي، يعني إلى الله، طاهرة كما قبلتها، يعني كما أخذتها من ربك. طاهرة أن تردها إلى ربك إيه؟ طاهرة. يعني إيه طاهرة؟ يعني لم تذنب، يعني لم تظلم، يعني لم تضل. اقرأ الآيات من آخر سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كلمة ارجعي إلى ربك راضية مرضية معناها أنها جاءت من الله إيه؟ راضية مرضية. فعودي إلى ربك وارجعي إليه كما جئت منه إليه، إلى هذا العبد، إلى هذا الإنسان. يعني كنت آمنة فعودي آمنة، كنت مطمئنة فعودي مطمئنة، كنت راضية فعودي راضية، كنت مرضية فعودي مرضية، كما كنت عودي. والنفس هنا قد تكون النفس وقد تكون الروح، لكنها على كل، حتى ولو لم تكن الروح فهي النفس في أرقى معانيها، في أعلى درجاتها، النفس المطمئنة صاحبة التجلي الإلهي، النفس التي هي جوهر هذا الإنسان. النفس هنا تساوي، النفس في آيات سورة الفجر تساوي الروح في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ولذا حين تكون النفس بهذا المعنى فهي أقرب ما تكون إلى الروح، في قمة الانسجام، في قمة الانسجام. مثلا أرأيت إلى نفس الولي وروحه؟ أرأيت إلى نفس الشهيد وروحه؟ أرأيت إلى نفس النبي وروحه؟ قلما ينفصلان أو ينقسمان. إن نفس النبي وروحه كأنهما شيء واحد. إن نفس الولي وروحه كأنهما شيء واحد. إن نفس الصديق وروحه كأنهما شيء واحد، وهكذا. الفتوة ألا تشهد
لك فضلا ولا ترى لك حقا، بمعنى أن تبذل كل ما عندك، وفي ذات الوقت لا ترى لك فضلا. ولذا قيل الفتى من كسر الأصنام، وكما كان سيدنا إبراهيم وعاش بين الناس بالإيثار، وعاش بين الناس بالإيثار، كسر الأصنام يعني كسر كل معبود في حياته إلا الله، كسر كل معبود في حياته ليخلص لله. فلو كانت نفسه حجابا بينه وبين ربه كسرها، لو كان المال أو الجاه حاجزا وحاجبا له عن ربه نحاه، لو كان أي شيء في الحياة يحجزه عن ربه ما رضي به في هذه الحياة. كسر الأصنام ليخلص لله وأن يعيش بالإيثار بين الناس. قال وإيثار صاحب الفتوة أن يؤثر ما يحب ويبذل ما يحب، يعني إذا كان عنده شيء يحبه آثر به غيره، آثر به يعني كلما كان في يده أو يملك شيئا يحبه أعطاه لإيه؟ لغيره، أو يعني يجعل غيره ينتفع به. وأن يبذل ما يحب، فمثلا إذا نظر إلى شخص قال هذا الشخص يريد ماذا؟ يحب كذا، أنا أعطيه كذا. هذا الشخص يحب ماذا؟ يحب كذا، أنا أعطيه كذا. كأنه يريد أن يرضي من أمامه بما يحب، طالما يملك أن يبذل هذا الذي يحب. وفي مثل هذا قيل إن شيخ الأزهر الأسبق سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، كانت معه بدلة، يعني فصل بدلة محترمة كده، فدخل عليه أحد الناس وقال له ما أعظم هذه البدلة مولانا، شيء جميل، تنفصل فين البدلة ديت؟ ومفصلها بكام؟ وجايب القماش منين؟ وقال له شوية كلام كده. فقال له حاضر أنا سأجيبك. ثم بعث الساعي الذي معه إلى بيته وقال له يعني اذهب إلى البيت وقل لأهل البيت ايتوني بالبدلة الفلانية، يعني بدلة تانية، بدلة قديمة يعني. ثم جاء له ببدلة قديمة من بدل مولانا. فلما جاء دخل عليه المكتب قال له، أخذ البدلة سيدنا الشيخ وراح في مكان معين قلع البدلة الجديدة وحطها في كيس أو في شنطة
ولبس البدلة القديمة، وصاحبنا اللي قاعد معاه قال له تفضل تفضل هذه البدلة، عايز بقى تسأل هي منين وفصلتها فين وجاب القماش منين وإلى آخره. أنا كفيتك كل هذه الإيه الأسئلة بالإجابة الشافية اللي هي إيه تفضل. من معه منديل، منديل ورق، كلكم اذهب فأتيني بمنديل. قال وهو على ثلاث درجات، واحد فقط، واحد فقط، واشكره لي شكرا جزيلا، شكرا كفى، لا كفى، شكرا. قال وهي على ثلاث درجات، يعني الفتوة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ترك الخصومة، ثانية التغافل عن الزلة، ونسيان الأذية. من الفتوة ترك الخصومة، نعم، يعني ألا يخاصم أحدا على حقه، ولا ينوي خصومة أحد. كلمة خصومة قد يفهم أنه لا يبدأ بخصومة، صحيح؟ يفهم منها كذلك، لا، هي العكس، ألا يقبل خصومة من خاصمه، يعني أن يترك خصومة من خاصمه، لا يبدأ هو بخصومة، حتى لو بدأه آخر بخصومة لا يقبل إيه؟ لا يقبل الخصومة، لا يقبل أن يكون مع آخر خصما، حتى ولو كان هو صاحب حق. يعني لو أن غيره أراد أن يخاصمه ما خاصمه، وإنما هو ابن الإسلام الذي يشيع السلام والأمن والأمان بين الناس، لا يقاتل أحدا، لا يخاصم أحدا، لا يحقد على أحد ولا يحسد أحدا، ها؟ هكذا. والتغافل عن الزلة، يعني إذا رأى من أحد زلة أظهر له أنه ما رآها، ما رآها. التغافل عن الزلة، يعني حين يعني تقع عين أحدنا على إنسان زلة زلة كأنه ما رأى هذه الزلة، أو ما سمعها، أو ما سمع بها، تغافل. كلمة تغافل يعني قصد الغفلة، يعني قصد أن يتغافل أو أن يغفل عنها، مثل من يدعي الجهل وهو ليس بجاهل، من باب التأدب مع الشيخ، من باب التأدب مع الشيخ. إذا قال الشيخ له هل تعرف قصة كذا وكذا، أو هل تعرف حكم كذا وكذا، لا يدعي أنه إيه، يدعي يتجاهل، يعني يظهر كأنه إيه جاهل، لا يعرف، جاهل، من باب الأدب مع الشيخ. هكذا المسلمون فيما بينهم وخاصة الأوائل يتغافلون عن الزلات، لا يتصيدون الأخطاء، لا يحاولون أن يقفوا على الأخطاء، لا، بل حتى إذا رأوها قالوا لم نرها. لأن الإنسان إذا أحس أنه إذا أخطأ
هذا عرف الخطأ وهذا عرف الخطأ وهذا شهر به وهذا أذاع به وهذا ربما صور في نظر الآخرين. لكن إذا قال له أنا أعتذر إليك لأني أخطأت بين يديك، قال له ما أخطأت، ما وقفت لك على خطأ، متى كان هذا الخطأ؟ أي خطأ هذا الذي تقصد؟ فهذه الأسئلة تزيل منه هذه الوحشة، كأنه ما أخطأ، فيظهر أنه بين يدي الأساتذة الكبار أنه ما زال كبيرا وما زال عظيما وما زال وجيها. وهذا من أدب الإسلام العالي. أيضا من معاني الفتوة في الدرجة الأولى فقط نسيان الأذية، ونسيان الأذية يعني أن ينسى أو يتناسى أذى الآخرين له. يعني لو حدث بالفعل أن إنسانا آذى إنسانا، هذا الذي تأذى ينسى الأذية ممن آذاه، ينساها كأنه ما فعل معه شيئا قبيحا، كأنه ما صدر منه شيئا أفزعه أو أقلقه أو أحزنه، أبدا نسي. ولذا قالوا في مثل هذا إذا فعلت حسنة فانسها، وإذا فعلت أذكر سيئاتك ولا تذكر حسناتك. يعني دائما وأبدا أذكر السيئات التي فعلتها أنت ولا تذكر الحسنات التي فعلتها. خير الناس من نسي الذي أحسن به إلى الناس ونسي ما أساء الناس به إليه، خير الناس. إذا أحسنت إلى أحد تنسى هذا الإحسان، وإذا أساء إليك أحد تنسى هذه الإساءة، خير الناس. إذا أحسنت إلى أحد انسى أنك أحسنت إليه، وإذا أساء إليك أحد انسى أنه أساء إليه، هذا من خير الناس. صحيح، من خير الناس. ولا يكون هذا إلا لمن صفى قلبه وحسنت عشرته. ومعنى حسنت عشرته أي تمنى كل الناس صحبته، تمنى كل الناس، بل تمنى كل الخلق صحبته. الله، تمنى كل الخلق صحبته. أرأيتم إلى من يحسن إلى إلى الضعفاء والفقراء والمساكين؟ أرأيتم إلى من يحسن إلى الكلاب والقطط؟ ما الذي يحدث؟ ترى الإنسان إذا أحسن إلى الكلب مثلا أعزكم الله، أو أحسن إلى القطط مثلا أعزكم الله، ترى الكلاب يحبون هذا الشخص حبا كبيرا ويوفون له بكل معاني الود والبر. ولو كان يصح أن يكونوا له خدما لخدموه من فرط ما نلاحظه في من يحسن إلى القطط أو يحسن إلى الكلاب، فما بالكم بمن يحسن إلى الخلق.
وإذا نسي الخلق إحسان بعضهم إليهم فلن ينساه الله أبدا، فلن ينساه الله أبدا أبدا أبدا. الدرجة الثانية في معاني الفتوة أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر لمن يجني عليك. الله الله الله. سئل سيدنا أحمد بن حنبل عن الفتوة فقال: ترك ما تهوى لما تخشى. ترك ما تهوى لما تخشى. فمما يهواه الإنسان إذا كان كبيرا، فمما يهواه الإنسان إذا كان قويا أن يشعر بالقوة، فربما دعاه هذا إلى الظلم، فربما دعاه هذا إلى الظلم، فعند ذلك يتذكر: ماذا لو أنفذت قدرتي في هذا الضعيف وفعلت هذا الذي تدعوني إليه هذه الغريزة، ما الذي يحدث؟ يضرب هذا مثلا، يظلم هذا مثلا، لكن هل نسيت قوة القوي وقدرة القادر وعظمة العظيم؟ فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. ترك ما تهوى لما تخشى. فأنت من خشيتك لربك أن ينال منك وأن يعذبك لا تفكر في إيذاء أحد من خلقه، لأنك تجل الحق، تعظم مقام الحق، فتعظم كل مخلوقات الحق، تعظم حتى النملة والنحلة لأنها من خلق الله. هذا شيء عظيم. الدودة تمشي على الأرض فتعظمها لأنها خلق من خلق الله. أن تقرب من يقصيك، يعني من يبعدك تقربه. فلو طردك أحد من على باب بيته لا ترد له السيئة بالسيئة، بل تقربه، تدعوه: تفضل يا فلان، تعال لي في بيتي، عندي فرح مثلا، عندي مناسبة سعيدة، تدعوه الله فينظر إليك: هذا الذي طردته يوما ما من أمام بيتي يدعوني اليوم لأشاركه في الفرح، لأشاركه في هذه المناسبة السعيدة عنده، لآكل من طعامه؟ عند ذلك يرى معنى الإسلام الحقيقي. هذا من معاني الإسلام الحقيقية، أن يقرب من يقصيه، أن يكرم من يؤذيه، لا يرد الإذاء بإذاء ولا السيئة بسيئة، بل يحسن إلى من أساء إليه
كانت هذه وصايا مولانا تبارك وتعالى لسيدنا ومولانا رسول الله، أمرني أن أعطي من حرمني وأصل من قطعني. وأعطي من حرمني وأصل من قطعني أعفو عمن ظلمني وأن أعفو عمن ظلمني. تأكدوا، تأملوا، الأفعال عكس أن أعفو عمن ظلمني، أن أعطي من حرمني، أن أصل من قطعني. الأفعال على العكس، على الضد. هذا هو الإسلام. تعتذر لمن يجني عليك، جنى علي أعتذر إليه؟ المفروض هو الذي يعتذر، لا، شوف، أن يعتذر لمن يجني عليه سماحا، يعني بسماح نفس، بطيب خاطر. وتوادا لا مصابرة. وعند هذا أسأل سؤالا، تعلمون ما كان من المنافقين حول إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه لما ادعوا على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي منه براء، وشاع الخبر مصطح ابن أساسة، وكان ابن خالة سيدنا أبي بكر، وسيدنا أبو بكر يومها منع إكرامه لمصطح، فنزلت الآية: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يعني لا يقسم أهل الفضل منكم أن يحرموا قرابتهم من عطايا الله، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الآية من سورة النمل. الآية رقم 22: ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر يومها: بلى، أرجو أن يغفر الله لي. وعاد في قسمه وعاد ببره لمصطح. السؤال: هل عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطح فيما قال؟ أبدا، مجرد عتاب. وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يحكم على مصطح هذا، ومن تولى كبر هذا الإثم أن يفعل بهم الأفاعيل الشرعية، أن يطبق فيهم الأحكام الشرعية، أن يطبق فيهم حكم القذف. والآيات من سورة النمل فيها حكم، قبل هذه الآيات حكم القذف،
لكن السؤال فقط، هل عاتب رسول الله مصطح؟ ما مجرد عتاب، حتى نعلم هكذا تكون القدوة وهكذا تكون الأسوة. القصد من ذلك هو أن يصير احتمال الأذى عندك محبوبا لا مكروها. ضعوا خطا تحت هذه الكلمات. القصد أن يكون احتمال الأذى عندك محبوبا لا مكروها. لأنه قد يحتمل الإنسان الأذى لكنه يكره ذلك. ولذا الآيات أو المقامات الثلاث تأتي على الترتيب في الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا كظم الغيظ، لكن الغيظ إيه؟ بداخله، كظم الغيظ، لكن هو لم يخرج هذا الغيظ، كمد، لكن الغيظ ما زال ايه؟ موجودا. الثانية العافين عن الناس، عافين عن الناس أن يخرج هذا الغيظ من داخله، يخرجه فقط، يعني تبرأ ساحة هذا الذي ظلمه من ايه؟ من قلب، لم يحمل شحناء ولا بغضاء له. هذه الدرجة الايه؟ ثانية. ثالثة والله يحب الايه؟ المحسنين، أن يحسن إلى من أساء إليه. أن يحسن إلى من أساء إليه. وقيل هذا حدث لأحد الخلفاء لما دخل عليه خادمه بماء وضوئه، بماء وضوئه، بماء وضوئه بفتح الواو، يعني بالماء الذي سيتوضأ به، فانكسر الإبريق. كان من الفخار، كان من الفخار، فانكسر الإبريق. انظر، حينما ينكسر الإبريق ويخر منه الماء في بلاط الملوك تقوم الدنيا ولا تقعد، حالة هستيريا تحدث في المكان، يقلق الكل، يفزع. وإذا بهذا الخليفة من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه يقول له: طب نفسا وقر عينا، أنت حر لوجه الله. قال الخادم: طب نفسا وقر عينا، أنت حر لوجه الله، أنت صرت من الآن حرا. كان المنتظر أن إيه؟ أن يعاقبه، صحيح؟ فلم يقزم الغيظ، لا، ولم يعف عنه، لا، وإنما فعل له الإيه؟ الثالثة، أحسن إليه وقال له: أنت حر إيه؟ لوجه الله. الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، ألا تتعلق في المسير بدليل. هل يصح أن تتعلق في سيرك إلى ربك بدليل؟ لا يصح. قالوا: بدليل المعقول.
بدليل المعقول. وأنا أقول معه لو صدق في سيره لاستغنى عن الدليل المعقول والمنقول، لاستغنى عن الدليل المعقول والدليل الايه؟ المنقول بعلاقة العبودية، بعلاقة العبودية التي بينه وبين ربه. لأنه إذا تعلق في سيره بدليل توقف سيره على الدليل. وهل يتوقف معرفتك لربك على دليل؟ سئل سيدنا الصديق: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي. عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. إذن لا يحتاج إلى دليل، لا ينتظر آية من القرآن أو حديث من النبي أو دليل معقول، لا لا لا. لكن أن يزيده الدليل حبا في الله وقربا من الله فلا بأس. يعني الدليل يعضد العلاقة، يقوي العلاقة، لا بأس، منقولا كان أو معقولا. قال: ويكون والدليل عند السادة هو الشيخ. الدليل عند السادة هو الإيه؟ الشيخ. حتى إذا قال التلميذ يوما لشيخه: ما الدليل؟ كان سيء الأدب. إذا قال التلميذ للشيخ: ما الدليل؟ فقد أساء الأدب. فإذا قال الشيخ فكأنما سمع من الله أو من رسول الله. لا نريد أن نقول إن الشيخ يقوم مقام الله أو رسوله، حاشا لله، لكن نقول هو دليل على الله. الشيخ دليل على الله ودليل إلى رسول الله. وقد صح هذا لما قال التلميذ لشيخه يوما: ما الدليل؟ قال له: أنا الدليل. لما قال التلميذ يوما، وكان لا يحسن الكلام، أراد الشيخ أن يعلمه، قال له: ما الدليل؟ قال له: أنا الدليل. وهذا صحيح، الشيخ دليل التلميذ إلى الله. ولذا قالوا: يكون مع الشيخ بالأدب ومع الله بصدق الطلب. وكل ما جمعك على الله افعله، وكل ما فرقك عنه اتركه. والاستدلال بالأدلة مفرقة غالبا، لأنك ترى الدليل والمدلول. شوف، انظر: وإنما يجمع القلب نور التعرف الإلهي. ثم قال: ولا تشوب إجابتك بعوض. يعني لا تجعل في إجابتك شائبة بإيه؟
بعوض، فإن دعاه داع من الحق لطاعته أجابه خالصا بكمال إقباله عليه غير ملتفت إلى عوض كالأجير السوء. يقبل بطاعته، يقبل إلى الله، يقبل بطاعة الله إلى الله، لا يطلب إيه؟ عوضا. الله قال اتقوا، اللهم اجعلنا من المتقين. الله أمرنا بالصلاة، اللهم اجعلنا من أهل الصلاة. الله أمرنا بالزكاة، اللهم اجعلنا من أهل الزكاة. ولا نقول ما الذي لنا لو صلينا يا رب، ما الذي لنا لو حججنا يا رب، ماذا لنا لو تعلمنا يا رب. أبدا لا نقول هذا، لا نطلب على طاعتنا عوضا ولا أجرا ولا بديلا. فالأجير السوء هو الذي لا يعمل حتى يدفع له، فإن دفع إليه يعني الأجر وإلا ما عمل. لا تقف في شهودك على رسم، أي لا يكون نظرك إلى السوى عند الشهود. إذا وصلت إلى الله فلا تسأل عن سواه، إذا وصلت إلى الله فلا تسأل عن سواه ولا تسأل سواه. يعني إذا منحك سبحانه وتعالى إذا منحك سبحانه وتعالى أن تراه، أن تراه، هل تقول له يا رب أدخلني الجنة؟ أنت رأيت الملك، أنت رأيت الملك الذي خلق الجنة وخلق النار والسماوات والأرض والملائكة والحور، أنت مع الملك، أنت رأيت الملك. لا تسأل ربك شيئا وقد وصلت إليه. لا تقف في شهودك على رسم، لأن الفتى من لا يراعي الخلق. وختم باب الفتوة، ختم مولانا الهروي باب الفتوة بقوله: واعلم أن من أحوج عدوه إلى شفاعة ولم يخجل من المعذرة إليه لم يشم رائحة الفتوة، لم يشم رائحة الفتوة. يعني لا تجعل عدوك يحتاج إلى شفاعتك. عدوك، يا الله يا الله يا الله، لا تجعل عدوك يحتاج إلى شفاعتك. بمعنى قبل أن يستنصر بك انصره، وقبل أن يستغيث بك أغثه، وقبل أن يقترض منك أنفق عليه وتصدق عليه، قبل أن يسألك حاجة أعطه، قبل أن يأتي إليك في حاجة اذهب إليه وتأمل أمره وكن أنت له خادما قبل أن يسألك ما يحتاج إليه. يا الله، ولم يخجل من المعذرة إليه، يعني لو خجل وهو يعتذر إليه، يعني حدث له حالة استحياء وخجل حين يعتذر إلى عدوه، لم يشم رائحة الفتوة. والمراد بالعدو هنا من يكون لك صديقا ثم ينقلب، هذا لا نقصد العدو البعيد، وإنما نقصد العدو
القريب. وتقريبا لهذا المعنى الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فقد تكون الزوجة في يوم من الأيام عدوا للزوج، أو الزوج يكون عدوا للزوجة. نقول لهم: تأملوا أيها الزوجان، تأملوا هذا الكلام. لا تنتظر أيها الزوج أن تعتذر لك الزوجة، لا تنتظري أيها الزوجة أن يعتذر إليك الزوج قبل، أو الولد، لا قبل أن يعتذر. لا تنتظر أن تعتذر لك أمك أو أبوك. أيها الأب وأيها الأم، لا تنتظري أن يعتذر إليك ولدك أو ولدك أو ابنتك أو أختك أو أختك أو خالتك أو عمتك أو جارتك. انظروا لو عشنا بهذه المعاني في مجتمعنا الإسلامي كيف نكون؟ والله لو كنا كما قالوا لكنا في أبهى صورة، ولكنا أعظم، ولكنا في بسلوكنا أعظم دعوة إلى ديننا، كنا أعظم دعوة لغيرنا إلى ديننا. ولا أنسى في الختام أن أذكر ما قاله أحد أحبتي، قال: تعرفون الحضرة عند السادة الصوفية التي تكون فيها الذكر، تبدأ هذه الحضرة بما يسمى بالفواتح، يعني أن نقرأ الفاتحة لشيخنا في الطريق، لسيدنا النبي أولا، والصحابة والتابعين وأهل البيت وإلى آخره. والقراء وقراءة الفاتحة لشيخهم في الطريق. يقول: وكان من بين هذه الفواتح، كان الشيخ في إحدى الحضرات يقول: الفاتحة لكل من ظلمونا واغتابونا وأساءوا إلينا. الفاتحة لكل من ظلمونا واغتابونا وأساءوا إلينا. أهل التصوف هكذا، وينبغي أن يكون أهل الإسلام جميعا، وينبغي أن تكون الإنسانية جميعا. لا ننسى في هذا الموضع أن ندعو الله سبحانه وتعالى للعصاة والمذنبين والحيارى والضالين أن يتوب الله علينا وعليهم، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل. الفاتحة. الحمد